عشان أعيش، عشان أعيش وفرح. تفتكر عيسى ممكن يجي علينا وقت حد فينا يقتل التاني عشان يعيش؟ رد عليا يا عيسى. عليا عليا مين؟ عليا صاحبتي. ابني توطي حسك وتقفل تليفونك كأننا مش موجودين. مفتاح. هي بنتي حطيتيني. ايه ده؟ مالك؟ في ايه؟ لا مالك؟ هو انتي معيطة ولا ايه؟ خالص. في ايه؟ مفيش حاجة. طيب تعالي نقعد. طيب لا. تعالي نقعد، انا هموت من التعب. لا لا مش هينفع، اصل انا مستعجلة جدا ونازلة. في يا فرح؟ مالك؟ من ساعة ما جيت وانتي بتحاولي تطرقيني وقاعدة بتحوري عليا. مفيش حاجة. في ايه يا علي؟ هو انتي معاكي حد جوه؟ حد جوه؟ انتي اتجننتي؟ انا معايا حد جوه علي. مش بقول لك اخلاقك اتغيرت؟ معلش هحكي لك بعدين بقى. هحكي لك بعدين. هحكي لك. هحكي لك. هتحكي لي؟ هحكي لك. كده الشقه ملخبطه. ها؟ هحكي لك. انا هحكي لك. نقعد نهدوا شوية لحد ما فكر هننزلوا من هناك كيف. يا عبد القادر كان قلبه حاسس انه هيموت. قال لي خدي بالك من العيال. اروح من بعدك فين يا عبد القادر؟ قابلت مين يا سندي؟ يا عبد القادر.